نروح للناصرية، هناك موضوع يعني دائما نسلط الضوء عليه، أي حملة تطوعية هي خطوة نحو الأمام وخطوة تضاف إلى المدينة التي يعني تظهر فيها هذه الحملة. في ناصرية مجموعة من الشباب قاموا بحملة تطوعية لزراعة شتلات من الورود في شوارع الناصرية. ما نتمنى نحن زرعنا هسه حاليا، الشباب زرعوا، لكن يحتاج لمتابعة. هذه المتابعة تحتاج من الجهة المعنية اللي هي مثلا البلدية، دائرة الزراعة الموجودة هناك، وأيضا من الشباب اللي تطوعوا، وإلا إذا إحنا نزرع ونتركه بدون سقي واهتمام راح يموت الزرع، ويعني الحملة تنتهي، ويعني المبلغ اللي جمعته بيناتكم، لأنه هي حملة تطوعية يعني راح يعني حرامات. فنتمنى يكون هناك متابعة، حتى الناس حتى الأهالي، كل واحد إذا قريبة هذه الشتلات من منزله يا ريت أن يتطوع في سبيل سقيها والعناية بها. ونتمنى أيضا من الأطفال ومن الناس يهتموا بها، يعني نزرع ولا نقطع. هذه يعني نتمنى تكون تعمم في بقية هذه الثقافة، تعمم في بقية المدن، حتى فعلا إحنا نستفاد من مثل هكذا حملات. نتابع. الهدف من هذا النشاط هو رعاية الشباب وإقامة ونشر ثقافة السلام بين المجتمعات، فنشجع الشباب على هذا العمل الطوعي من أجل خلق بيئة جميلة وخلق ثقافة جميلة، ثقافة تدعو إلى السلام والمحبة من خلال إقامة هذه الأنشطة التي تتعلق بالزهور والصور الفنية التي تحتوي على ألوان جميلة، التي تحتوي على لغة الزهور، التي تدعو إلى السلام، لأن العراق اليوم يعاني من هجمات إرهابية تريد تشتيت وحدة هذه البلاد وتدمير مؤسساته وبناها التحتية والفوقية. فمثل هذه المعارض ستوصل رسالة كبيرة للمجتمع بأننا ندعو إلى السلام والمحبة، أن الشباب العراقي هو يريد التوحد، يريد السلام، يريد الألوان الزاهية والجمال، حتى نستطيع أن نصل بالبلاد إلى مصاف الدول المتقدمة. مشاركت بهذا العمل الطوعي اللي هو عبارة عن شاركت بعدة لوحات فنية رسمتها بأقلام الرصاص والفحم بهذه المدينة، يعني المعطاء اللي دائما مظلومة إعلامياً، يعني تحتوي على عدد من الشعراء والكتاب والفنانين والمبدعين، ولكنها مظلومة أدبيا وثقافيا. بالنسبة للزهور يعني هاي فتشي يعني كلش نازك ورائع، أنه تشوف يعني بمدينتنا بكل شارع تلقى زهرة، بمكان ما تلقى يعني هاي الأرصفة والشغلات التعبانة. يعني شاركنا نحاول يعني شوية ننهض بالمستوى الفني لهذه المدينة الرائعة. نحن نريد أن نطور المستوى، نحن واقعا أفضل، نحن مستقبلا أفضل بنشر هذه الثقافة. نحن مجموعة من الشباب بدعمنا الذاتي بجهودنا الشخصية، وهذه دعمنا بها مديرية بلدية السوق الشيوخ ومجموعة من الأشخاص الذين نكون ممتنين لهم في دعم هذه الطاقات الشبابية التي تزيد من تنوير المجتمع وتفاعل المجتمع مع بعضه لإنتاج محصلة جيدة للتطلع نحو مستقبل أفضل. نحن دورنا كحكومة محلية نؤيد ونبارك وندعم مثل هكذا نشاطات من التي تقام من قبل المنظمات أو شباب قضاء سوق الشيوخ. هذه مبادرة جيدة تبعث روح الطمأنينة والمحبة والسلام، أن يقام مهرجان للزهور في مثل هذا الوقت الذي نشهد فيه أصلب وأقوى وأشرس المعارك مع تنظيم داعش الإرهابي. نرى في مناطقنا يقام مهرجان للزهور، وبهذا الوقت بالذات موقفنا دائما هو داعم للطاقات الشبابية ولهذه المنظمات المستقلة في مثل هكذا أعمال، ونشكرهم لهذا العمل المتميز التطوعي الذي هو الهدف الرئيسي منه أن يبعث الطمأنينة والسلام للقضاء وللعالم. نرجع إلى تليجرام، وصلت لنا رسالة بما أن احنا عرضنا موضوع يخصها مرة وسيارات الحوضية. هناك رسالة وصلت لنا: أرجو عرض مشكلتنا وهي رمي المياه الآسنة تحت جسر 14 رمضان الأعظمية بسيارة أمانة العاصمة، اسم السيارة فولفو المرقمة 370، ما أدى إلى انتشار البعوض والرائحة. من غير انتشار بعوض ورائحة احنا راح نشوف المقطع، يعني سيارة لو نقول إن هي سيارة مو تابعة للأمانة ما يخالف، لكن سيارة حكومية ترمي أمامكم. السحانية راح تتقرب الصورة أكثر ونشوف كيف أنه صاحب السيارة يرمي المياه الآسنة تحت الجسر، تحت جسر 14 رمضان في العظمية. معقولة؟ يعني هذه أمام أنظار أمانة بغداد اللي هي تحاول أن تقوم بحملة كبيرة لإعادة تأهيل وتنظيف بغداد، تبدي الحملة لازم من الأمانة، يعني
من موظفيها من المنتمين إلها والمنتسبين إلها، كيف ترمي المياه الآسنة إنه سحبتها العد وتترميها؟ ما سوينا شيء، يعني ناخذها من مكان ونحطها في مكان آخر. هذا يسمونه يعني احنا نقشمر نفسنا، نخدع نفسنا بهذا المواضيع. المقطع كلش واضح، ونتمنى احنا أمانة بغداد تحاسب، باعتبار انه هسه حاليا احنا امامنا يعني معلومات كامله للموضوع، فتح تحقيق بالقضيه، يبدو ان الموضوع هو يعني يمارسها يوميا، انه جاي نشوف انه امام الناس سيارات تمر، واحد الاشخاص صوره ورصد هذه الحاله السلبيه اللي موجوده في شوارع بغداد. يعني مرة أخرى نناشد أمانة بغداد باعتبارها أصبحت في حلة جديدة برئاسة جديدة، المفروض يكون هناك اهتمام حتى بهذه التفاصيل الدقيقة، تبدأ من يعني مكافحة الفساد بكل أنواعه، تبدأ من المكان اللي إحنا نعمل به. هذا موضوع مهم وفي غاية من الخطورة، حقيقة عجيب يعني ما كنا نتصور، لو ما يعني لو جاية رسالة فقط كتابة كان يمكن ما نصدقها، لكن هسه حاليا احنا امامنا هذا الفيديو وتصوير حتى يثبت لنا انه هو في هذا المكان. احنا نشكر من ارسل الفيديو، لانه حاليا هسه احنا نعرف انه الحقيقة احيانا الناس بس تصور حتى بس الحادثة، هو صور لنا حتى المكان حتى يقول لنا انه في هذا المكان في هذه المنطقة في هذا الشارع. يعني نتمنى نسمع الرد بأقرب فرصة من أمانة بغداد، فتح تحقيق عاجل في وضح النهار، يعني امام السيارات حاليا هسه تمر وتجي والمقطع طويل جدا، يعني نتمنى يكون هناك متابعه لهذه القضيه. طيب نقرا اذا كان هناك رسائل. طيب موضوع المنحه لحد الان هي الشغل بالنسبه للطلاب، راح تخلص السنه الدراسيه والمنحه، يعني كل اسبوع مثلا وزاره التعليم العالي تنطي فد تخدير للطلبة وترجع تقول لهم دزوا لنا اسماءكم، ورا يوم تقول دزوا ولي امركم، ورا ثلاث ايام دزوا مستمسكاتكم، وهكذا هي تنطي. من البداية احنا عندنا تقشف وانتم عارفين هذه القضية، قولوا ماكو، يعني طلعوا للطلبة حالهم حال كل الدوائر، هسه ما جت تنطي رواتب بصلافة، يعني طلعوا قولوا انه حالة تقشف، واحنا ليش مخلين الطلاب يعني حتى اهلهم يقول انتم وراء انت راح نعطونك منحة فاحنا ما نقدر ننطي. هذه رسالة ايضا، يعني ممكن اعرف المنحة الطلبة الكل مشمولة، لو بعض الاشخاص ممكن يعني يطلبون انه عدم عرض الرقم. طبعا طلبة الكليات والجامعات كلش متخوفين من وزارة التعليم العالي، واي شكوى توصل مباشرة يعني يفتح تحقيق بالموضوع، يعني اكو خوف كبير، يعني وزارة التعليم العالي هناك قرارات عجيبة جاي توصل لنا، شكاوى مناشدات كثيرة من وزارة التعليم او بخصوص وزارة التعليم. نتمنى احنا ما اعرف شنو قصة وزارة التعليم العالي، لا هي تقبل ترد على الاعلام ولا ترد على الطلبة ولا موقعها الرسمي ايضا يشفي الغليل بحيث انها تنزل بعض القرارات المهمة او شرح لهذه القرارات. احنا نتمنى انه يكون هناك متابعة من قبل وزارة التعليم العالي بهذا بخصوص هذا الموضوع. طبعا هي وزارة التعليم صارت اخت وزارة التربية، نفس الشيء في عدم الرد على الاعلام للاسف. طيب اذا كان هناك رسالة تخص ايضا كثير من المواضيع، اكو رساله مهمه جدا ايضا وصلت لنا اكثر من مره. احنا مجموعه من موظفي وزاره التخطيط ونناشد السياسيين والمختصين، يعني تم ثبت ان الوزاره تحتوي على الاشعاع، وقد سجلت خلال بدايه هذه السنه عده حالات سرطانيه مع عدد الاشخاص الذين توفوا، نرجو منكم ايصال صوتنا. اكو يعني وصلت رساله رسائل كثيره، وحتى اكو مناشدات حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نشر لهذه المعلومه. نتمنى انه يعني نحكي الحقيقه، يعني وزاره البيئه المعنيه نفسها وزاره التخطيط، اذا فعلا كان هناك اشعاع كبير وهناك اصابات بين الموظفين وهناك عدد من الاصابات قد توفت، نطلع نقول انه هذه البنايه لا تصلح، يعني المفروض يكون هناك حمله لازاله الاشعاع من هذه البنايه، نقلهم الى مكان اخر مؤقتا حتى يتم، ولا احنا يعني لنزيد الام الموظفين آلام ويعني معاناة جديدة. نتمنى يكون هناك انتباه لهذه القضية، لا نغض النظر عن هذا الموضوع. طيب إذا كان هناك لحد الآن كثير من الناس تسأل على التعيين، نحن مصيرنا ممكن نعرف مصيرنا، نحن حملة الشهادات العليا وتالي والله عددنا قليل لا يجوز تجاهلنا. ها أكو مشكلة أيضا بخصوص حملة الشهادات العليا، أيضا وصلت أكثر من مرة، يعني ما أعرف الوزارات المعنية بمثل هكذا أمور يعني هي ما جاي تجاوب على الناس، لذلك إحنا ما نستطيع أنه يعني نفتي من المفروض أنه وزارة التعليم العالي هي من تصدر قرار بخصوص هذا الموضوع. على العموم احنا راح نبقى متابعين مثل هكذا مواضيع تخص المدينه واهل المدينه في الحلقات القادمه ان شاء الله، وهذا كل ما كان عندنا اليوم في اهل المدينه، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبه والسلام، في امان الله.